اخواني متابعيني قواكم الله، والله يعطيكم الصحة والعافية. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا اله الا الله. وين هالسيالات دائما يدقون علي، وليد نبي سيال داخل بيج او بالاصح خليجي. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا اله الا الله. اصلي بارك لك يا اخوي ابو فهد. موتر اماراتي شرط الفحص غير، ماكينة شاصي حوادث، ممشاة 88,000 كيلو، وارد الإمارات. ما شاء الله تبارك الرحمن، غير ماكينة شاصي حوادث. الريال يقول الموتر أعطيكم إياه شرط فحص كامل، ولكن شفتوا الخط هذا، الجنبين من الخط ونازل مرشوش رش تجميلي، فوق ما في ولا شيء. من الخط ونازل مرشوش رش تجميلي، الباب والمدقر الخلفي والباب الجهة الثانية والمدقر الخلفي مع المدقر هذا، والباقي كله سليم. سعرها 4700 دينار، 4700 دينار. الله يبارك له بحلاله يا رب، ويبارك حق الشاري بإذن الله تعالى. 2007 ماشي 88,000 كيلو، وراعية ولد حلال يقول يا ابو وليد ان شاء الله اللي بياخذه ما يصرف عليه دينار واحد، دينار واحد ما راح يصرف عليه ان شاء الله. كل اموره طيبة، كل اموره طيبة، مو محتاج اي استهلاكيات، والداخلية ما شاء الله جميلة، مستواها طيب. يعني خليجي بهالعمر هذا هذا المستوى والله زين. سيارة ما هي جديدة، ولكن مستواها طيب بالنسبة حق عمرها، وراعيها ولد حلال إن شاء الله ما راح يقصر بإذن الله تعالى. طبعا خليجي ما يحتاج نافيجيشن يشتغل، وسيارة فيها تبريد وتدفئة ورؤية ليلية، تو صارف عليها فوق 700 دينار بس سيرفسات. نافضها نفاض الريال، لأن نية الاستخدام مو نية البيع. والحين على حسب ظروف الريال قال يبا ببيعها. شرط الفحص غير، مكينة شاصي حوادث، CL 550، بدي كت أصلي من مصنع. سعرها 4700 دينار، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الصامل ما راح يقصر وياها. توايرها ما شاء الله كونتيننتال، تريون عليها من المصنع، من المصنع هي عليها كونتيننتال. توايرها نظاف ما شاء الله تبارك الرحمن، امورهم طيبه، معاونيات بريكات كل امورها تمام. شوف الدبه ما شاء الله تبارك الرحمن، لا اله الا الله. بعد ما يحتاج، اهل السيارات لازم عندهم هالسوالف احتياط، حتى السبير الاصلي مو نازل. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلى الله يبارك لك يا ابو فهد. مثل ما قلت لكم رؤيه ليليه، تدفئه، تبريد، ما شاء الله جامتها الاماميه الاصليه تبارك الرحمن ونظيفه، جامتها الاماميه اصليه ونظيفه، ويه الموتر تبارك الرحمن كله جديد، امورها كلها تمام. الا خاطر يتواصل معاي وفاله طيب باذن الله تعالى. 2007 سي ال اماراتي، شرط الفحص، ماشي 88,000 كيلو، سعره 4700 دينار. في أمان الأخوان، ونشوفكم على خير.